السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. بطريقة قاسية انتقمت بها من معجب وتزوجت 3 مرات. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن الممثلة الراحلة روحية خالد. وهي روحية خالد ممثلة مصرية ولدت في يناير 1918، درست التمثيل وتنقلت بين الفرق المسرحية الخاصة وقدمت عدة أعمال فنية هامة مثل نحن لا نزرع الشوك وشنبه في المصيدة، وتزوجت من أحمد بدرخان، وأثناء تصوير فيلم انتصار الشباب أحب أسمهان فتم الانفصال يتزوج أسمهان. وبعدها عملت روحية فقامت بضرب أسمهان وتعدت عليها ولم تترك هذه الزيجة زيجة أسمهان. وتمر مرور الكرام فظلت وراءها حتى تم الانفصال، ثم تزوجت من مستشرق بريطاني، وسبب هذه الزيجة أصبحت لها علاقة بجماعة الإخوان وبسبب علاقة زوجها بسيد قطب. وكما ذكرت روحية خالد في مذكرتها أنها رشحت للتمثيل في مسرح الإخوان الذي أسسه المرشد حسن البنا، وذلك كان في 40s، وكانت أحيانا تحذر سيد قطب من زوجها وأنها كانت معجبة بشخصيته. أما عن الزيجة الثالثة والأخيرة لها فكانت من مؤلف مشهور، وكان هناك معجب يطاردها ويطلب منها تناول العشاء معها، فقررت أن تنتقم منه بطريقة مختلفة. فقررت أن تأخذه في مشوار طويل بتاكسي وذهبت لمطعم. بعد أن طلبت بعض المأكولات قررت تأخذه لمطعم آخر وطلبت مأكولات غالية الثمن، ثم خرجت للاتصال في التليفون وتركته وعلم بعد ذلك أن العاشق لم يكن معه ما يكفيه من أموال وذهب به إلى قسم الشرطة. وتعرضت روحية خالد لحادث سير أليم أثناء عودتها إلى القاهرة من زيارة ضريح السيد البدوي في طنطا، حيث انقلبت سيارتها بعد تصادم مع سيارة نقل فتهشمت السيارة وتحطمت ودخلت حرية في غيبوبة، واستمرت لساعات طويلة ولكنها لم تصاب بأي تشوهات أو كسور. وكان آخر أفلامها كان أنا وأنت وساعات الصف. وتوفيت روحية خالد عام 1990 وماتت بطريقة مأساوية.